والآن مباشرة ويانا الطفلة سراء العادلي من الديوانية حتى نشوف شلون صارت كاتبة وهي بهيج عمر. صباح الخير سراء. يسعد صباحك سراء، أهلا بيك بصباح دجلة، احنا كلش فخورين بيك. صباح النور سراء. بالبداية حابة أعرف من عندك، أنت شلون تعلمتي الكتابة وأنت بهذا العمر الصغير؟ أنا صرت أحب الكتابة من أنا صغيرة، وأكتب أشياء هواية. نعم. وأقرأ قصص كلش هواية. نعم نعم نعم. احكي لنا أول مرة كتبتي قصة عن شنو كانت؟ منين أخذتي القصة؟ بلشت أنا أكتب قصص، بس ما بها أصلا يعني هو مغامرات أو شيء، بس بلشت أول قصة عمري 8 سنوات. نعم. بلشت بيها أكتب عن الشيء اللي أنا أحبه، وهي قطط حلو. نعم حلو. طيب سراء، انت شاركتي بمهرجانات داخل العراق وخارج العراق، حدثينا شوية، احكي لنا شوية اكثر عن هذه المهرجانات اللي انت شاركتي بيهم. صحيح، عندي من ضمن المشاركات بالنشاط المدرسي والقصر الثقافي والفنون، شاركت بالرسم والكتابة بنفس الوقت. يعني انت ترسمين ايضا؟ هناك بمعارض خالات هناك حاطه لي كتب. ارسم رسم رقمي اللي يصير على الاجهزه الالكترونيه. عافيه عليك، عافيه، شطوره والله انت. احكي لنا منو شجعك انه تكتبين؟ منو قال لك عافيه عليك يلا اكتبي بعد اكثر؟ كنت اتواصل ويا خالاتي دائما، فهنهم كاتبات على مستوى دولي، فاستشاريت هواية واكتب قصص قبل لا اطبع اول قصة، وقال اللي شجعني اكثر وقال لي انه لازم تكتبين اكثر، وكتبي عن الشيء اللي تحبيه ويكون به مشكلة وحل لها على ود يصير به مغامرات واستمتاع. نعم. طيب اسراء، يعني انت ما شاء الله عليك انه انت تكتبين من لما كان عمرك 8 سنوات، لما تكبرين تحبين تكملين وتصيرين كاتبه معروفه جدا، لو حابه تفوتين غير مجال؟ طبعا راح اكمل، واذا يعني بعد مرور فتره اذا اقدر ابلش مجال الروايات. عافيه عليك، ان شاء الله شطوره. اي احكي لنا سراء، انت جديده على الكتابه، عمرك 6 سنين بديتي الكتابه مو صحيح؟ عمرك 6 سنين بديتي الكتابه، يعني الحروف. صح. والكتابه وهاي السوالف من الصف الاول ابتدائي، كان عندك اغلاط املائيه مثلا ساعدتك الوالد او والدتك انه تصلحيها؟ صحيح، ساعدوني وبلشت من اراجع الاحرف والاشياء بالعطله الصيفيه، وعلى مود اصحح الاخطاء الاملائيه اللي عندي. عافيه عليك. طيب اسراء، انت ايضا تروحين للمدرسه وعندك دراسه ويمكن امتحانات بهذه الفتره، شلون تقدرين توازنين انه تكتبين بعدك ممارسه هوايتك اللي تحبيها وايضا دراستك؟ هذا الشيء شوية بالنسبة لي صعب، بس بأيام العطل أحيانا أو مرات بالعطل الكبيرة أو إذا خلصت دراستي من وقت يعني مؤقت أقدر أكتب شوية ومثلا أكملها بعدين. عافية عليك سراء، أنت شطورة وإحنا نريد نشوفك بمكان كلش حلو، من تكبرين تصيرين كاتبة كلش حلوة وكبيرة. شكراً لك لأنك أنت ويانا اليوم صباح دجلة، نورتينا، وإن شاء الله كل موفقية لك وتصيرين أحلى كاتبة لما تكبرين. شكراً لك، تفضل ذوقك.